يا دلال، هو انا مش قلت لك عطلي جواز فوزيه؟ والله يا ست جبريه انا عملت كل اللي قلتيلي عليه، والعريس راح خلاص مش راجع تاني. محروس كان عندنا النهارده بيخطبها. محروس مين؟ الاجري؟ اه المرمطون بتاعنا. لا انا معرفش عنه حاجه واصل. دلال صدقيني يا ست جبريه. ماشي معلش، المهم شوفي له حل ووقف الجوازة، اربطيه، قطعيه، خليها تشوفه قرد. هو ناقص وماله بزيادة، ده قردين. سلامنا يا رب. ارحمنا وابعد عنا الشر واهل الشر يا كريم. الطاحونة صرخت. في ايه؟ الطاحونة دارت. مالك؟ مالك يا ست جبرية؟ الطاحونة دارت. طيب اقول لك ايه، انا هجيلك بس الحكايه دي محتاجه ميه. اه فوت عليا فوت عليا. جرالها ايه؟ شوكش حطك في دماغي، الحقيني يا بنت الحقيني. يا لهوي يا مري، انت سخنه مولعه جاي ده نار. يا عمتي يا عمتي يا مري الحقيني يا عمتي. عيالي الحقيني جرايبك فيه مولعه نار. عيالي خرابي الحكي. يا ابوي يا ابوي يا ابوي مالك يا جبريه؟ يا ابوي يا لهوي دي مولعه يا بنت. اجري هاتي ميه ساقعه وخلقه بسرعه. سلامتك يا جبريه. سلامتك يا اختي. بصي لي ليه كده؟ جرايي بطمن عليك. شمس كانت ليه؟ هي راحت فين؟ راحت تجيب مية وخلقة عشان أعمل لك كمادات. بقول لك إيه يا فوزي؟ دي حبيبتي. ها؟ من عيني من جوه والله. أنا وأنت يا بت ملناش غير بعض، مش كده؟
انت عارفه غلاوتك عندي. ما هو كان باين في كلامك. كلام ايه ده؟ عبيطه انت اياك. طب بالك انت، انا اول ما عرفت اني في عريس جاي لك عارف عملت ايه؟ اتفقت على عجل. اه عجل نذبحه ونفرجه عشان يغزل العين، الموضوع يتم ان شاء الله. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاكي طبعا.